يا عمر اعمل لي ريفايف يا عمر، الولد بيبوش على السطح. يا ابني اعمل لي ريفايف، هموت الله يخرب بيتك. ده انت عيل غبي، موت يا عم موت. بقالي ساعة بقول لك ريفايف ريفايف، وانا بيبوش على السطح وانت مفيش. مش وقتك بقى خالص دلوقتي انت. ما ترد عليها يا عم، مش يمكن وافقت على طلبك وتنزلوا تخرجوا سوا يا نمز؟ ممكن. لا استنى، انت بتعمل ايه؟ هرد عليها بس كده يعني؟ مش في نيتك حاجه شمال لا سمح الله زي ما الزفت ده قالك؟ لا بقولك ايه، لم لسانك احسن لك، لاحسن اقسم بالله هقوم اقصقص لك جناحاتك. ايه ده؟ انت اقسمت بالله؟ ايه يا عم؟ اقسمت بالله. وفيها ايه يعني؟ يعني المفروض تتحرق. لا اله الا الله، يا دي الافلام اللي بوظت سمعتنا يا عم. والله احنا مقتنعين ان في ربنا اقسم بالله عادي. سوري، اصلي ما تعاملتش مع شياطين قبل كده، انا اسف. يا عم اتقي الله واسمع كلامي، كلم عاصم الله يبارك لك وتروحوا تكملوا حفظ قران، موقفين بقالكم شهر وانت شغال تلعب في المخروبه البابجي بتاعتك دي. والله يا عم الواحد فعلا محتاج يحفظ قران، اما اكلم عاصم اروح له المسجد عشان نكمل حفظ. لا رد على هايدي. عندك حق، انا هكلم هايدي. لا كلم عاصم واتقي الله. بقول لك كلم هايدي. كلم عاصم واتقي الله. لا كلم هايدي وانزلوا سهروا سوا وقضوا اليوم. ما خلاص بقى. ايه كلم هايدي، كلم عاصم، مش مكلم حد. الله انا هلعب بابجي. يا جدعان اقبلوا الفولو، يا جدعان اقبلوا الفولو يا جدعان، عشان نازلين بوشينكي خلي بالكم. ها ركزوا الله يبارك لكم. في اسمه ايه ده، ريد زون، اتفضل. بقول لك ايه، هو عمر طلع من الجيم يا ابني؟ طالع يا ابني، ما انت اللي مفجره. صح. طب تمام تمام. بقولك يا ابني العيال، حد معاه طلق خمسة؟ دي طيب 30 او 40. اتفضل. بقولك ايه، هو سيف طلع من الجيم؟ يا ابني ما انت في نفس ام الجيم بتسأل على ايه؟ ما تسيبني العب دقيقة، اكمل دقيقة، دقيقة واحدة العب، سيبني اكملها. صح. طب تمام تمام. بقولك ايه، هو عمر طلع؟ يا ابني الفراخ المحمرة، يا رب يا رب صبرني على اخويا الصغير اللي عنده زهايمر ده يا رب. اهو خسرت خسرت، هي مش باين لها ولا لعب ولا نيله. بقول لك ايه، لو عجبك الفيديو او ما عجبكش اعمل لايك واشتراك للقناه لحسن وديني هطلع لك.